لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني مرحبا بكم في فيديو جديد. سنشرح لكم حل مشكلة جوجل بلاي بالنسبة للبعض الذين لا يستطيعون الدخول الى متجر جوجل بلاي لتحميل التطبيقات. وكذلك سأعطيكم في الآخر الفيديو طريقة إذا لم تنجح معكم الأولى ستنجح معكم الثانية بإذن الله. كل ما عليكم هو تطبيق الخطوات التي سأقوم بها أمامكم. بعد دخول إلى الهاتف ندخل إلى إعدادات الهاتف، ثم إلى التطبيقات، ثم إلى تطبيقات خدمات جوجل بلاي، ونقوم بإيقاف ومسح ذاكرة هذا التطبيق كما ترون أمامكم.